ده دايما اللي احنا عارفينه جوه النادي الاهلي، ان احنا خلاص انتهى الموسم، كسبنا دوري، كان دوري صعب جدا، كان دوري فيه حاجات كتير. اه بالمناسبه وانا بتكلم على الدوري، هو الدوري او درع الدوري فين؟ درع الدوري فين؟ لتاني حلقه على التوالي بسال، هو درع الدوري فين؟ هو مش النادي الاهلي هو بطل الدوري؟ اين درع الدوري العام؟ اسال مين يا جماعه؟ حد يقول لي اسال مين؟ درع الدوري العام فين؟ سهل، اتمنى ان حد يجيب عليه. كان من المفترض ان يكون في احتفاليه كبيره لجمهور النادي الاهلي مع لاعبيه، ولكن فين الدرع؟ عايزين الدرع يا جماعه، عايزين درع الدوري. لو اي حد يطلع يقدر يقول لنا، يطلع ويقول لنا الدوري او درع الدوري هتاخدوه يوم كذا الساعه كذا، صدقوني احنا هنكون اول ناس متواجدين. وكان في وعد قبل كده ان في احتفاليه وفي كذا وفي كذا، طبعا الظروف اتغيرت واتحاد كره القدم اتغير وامور من هذا القبيل، واصبحت هناك لجنه خماسيه تدير اتحاد كره القدم، وبالتالي من الممكن جدا ان احنا نرى درع الدوري خلال الفتره القادمه قبل بدايه الدوري الجديد. يعني ده اللي احنا نتمناه، احنا قبل الدوري الجديد ان شاء الله نشوف درع الدوري. المفروض ان الفريق اللي بيفوز بالدوري بيتم تسليمه الدرع وهو موجود وهو في الملعب، المفروض ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا عشناه خلال الفترات اللي فاتت. كل الفترات اللي فاتت تشرفت باللعب للنادي الاهلي فترات طويله، وغيري 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 واجيال كتيره جدا. كل اللي نعرفه ان المباراه بتنتهي او الدوري بينتهي، درع الدوري بيتم تسليمه للفريق البطل. الفريق البطل كان واضح جدا قبل المباراة الأخيرة، كمان مباراة الزمالك اللي فاز فيها النادي الأهلي، كان النادي الأهلي، كان هناك فرق 8 نقاط ما بين النادي الأهلي وما بين تاني الدوري الموسم السابق. فالموضوع منتهي، فين الدرع يا جماعة؟ محدش عارف. بنسأل على الدرع يا جماعة فين؟ محدش بيقول لنا حتى الآن أين درع الدوري العام اللي فاز بالنادي الأهلي أو احتفظ به النادي الاهلي. ده بمناسبه ان احنا بنتكلم على نهايه الموسم، يعني من المفترض ان انا اقول لحضراتكم ان الموسم انتهى، ولكن لم ينتهي الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، انتهت المباريات وكذا وكذا، ولكن الدرع فين؟ ما اعرفش، ما حدش بيقول لنا الدرع فين ولا حد بيرد علينا، حاجه غريبه جدا يعني.